نجم الكرة المصرية والأهلي السابق كابتن أسامة، أهلا بيك، منور وحشني. اهلا وسهلا بيك يا هاني، وحشتك جدا. الله يخليك. ازيك كابتن، كويس؟ الحمد لله بخير. الحمد الله لله. يخليك. تعال نتكلم الأول فنيا وبعديها ندخل في بعض الأمور المحيطة بالمنتخب. المنتخب النهارده قدام كوريا الجنوبية خسارة بنتيجة 4-1، إذا كان في استفادات من وجهة نظرك كانت إيه، وتعليقك العام على اللقاء؟ استفادات؟ انا مش شايف اي استفاده، مع احترامي يعني. ايه اللي استفدناه من مباراه زي دي؟ لعيبه بتاخد صفه دوليه مثلا، ما يعني ايه، انا برضو دي انا محتار فيها. هو معنى ان انا هجيب اي حد في اي وقت انه يلعب ماتش دولي ولا ماتشين زي ما حصل قبل كده في البطوله العربيه، وبعد كده ما اشوفوش في المنتخب تاني، يبقى انا استفدت؟ هي انا برضو هي منطق غريب شويه، تمام، انا مش مقتنع. وبعدين انت ايه معناها ان انا العب ماتش زي بتاع كوريا ده وسبع ثمان عناصر بتبقى تقريبا جديده او ما لعبتش اللي لعب خمس دقائق قبل كده في المنتخب، واللي لعب يعني هم ثلاث اربع عناصر اللي ممكن يكونوا عندهم خبرات دوليه زي الشناوي زي الونش زي ياسر عمر يعني جابر، يعني ياسر وعمر جابر، حتى يعني ياسر وعمر جابر دخلوا في الفترة الأخيرة، كانوا قبل كده كانوا بعاد عن المنتخب، كان بقاله كتير مثلا فأنت عمر غايب. عشان تحط عنصر ولا عنصرين بس في المنتخب دوليين دي بتاخد وقت، صح يعني تاخد. فأنت أنا رايح ألاعب فرقة زي كوريا الجنوبية أيا كان بقى، أنا ما أعرفش ليه التوقيت ده اتعمل فيه الماتش. أنا من وجهة نظري الشخصية إحنا كان عندنا ماتشين رسميين ورا بعض اللي هم بتوع أثيوبيا وغينيا، ما كان ممكن جدا في ظروفنا دي ان الماتش ده ما نتفقش عليه. يعني كان ما هو اولا كان متفق عليه قبل التوقف، ثانيا ليه لا، ما كل العالم بيلعب ماتشات وديه يا كابتن ماشي، انا ما بقولش ما نلعبش ماتشات وديه، ما بقولش ما نلعبش ماتشات وديه، بس تكون مترتب لها ترتيب مظبوط. انت رايح اصلا في جو ملفش، يعني انا الله يكون في عون الكابتن ايهاب جلال بجد، انا الله يكون في عونه. انت من ساعه يعني مش عايز اخش في دي دلوقتي لما غير لما نتكلم فنيا على الماتش. أيوه أيوه. فانا مش شايف استفاده واضحه في مباراه زي دي. يعني انا ايه هو اللي انا ايه الاستفاده؟ بس ان في ناس اسمها لعبه ماتش دولي وعدد ماتش دولي، لكن استفاده فنيه في الملعب ايه اللي احنا يعني استفدناه قوي؟ يعني الاخطاء نفسها مش بتعتبر استفاده اذا بنيت عليها وصلحتها. النهارده شفنا اخطاء دفاعيه كتيره قوي في المنتخب. ماشي ماشي، اخطاء دفاعيه كتير، واخطاء في نص الملعب كتير، واخطاء في التلت الامامي كتير، صح. انا مع احترامي الكامل، انت في خلال ال 90 دقيقه ما لعبتش خمس دقائق 10 دقائق، ما 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 تقريبا انت بس بتتفرج فرقة كوريا بتعمل ايه. رغم مع احترامي الكامل لفرقة كوريا، انا مش شايف ان هي فرقة شرسة قوي، يعني هي فرقة منظمة.